أكدت جامعة الدول العربية حرصها على دعم السودان ومساعدته لتحقيق الأمن والاستقرار. وقال موعوث الأمين العام للجامعة العربية خليل إبراهيم الزوادي عقب لقائه نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ياسر العطا، قال إنه التقى خلال الزيارة عددا من القوى السياسية والمسؤولين بوزارة الخارجية وتبادل معهم الرؤى والأفكار التي من شأنها دعم السلام والاستقرار في السودان بما يمكنه من الاطلاع بدوره على الوجه المطلوب في محيطه العربي والأفريقي، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار بالسودان للخروج من المرحلة الحالية. كلنا على استعداد في الجامعة العربية لأن نقدم كل ما من شأنه أن يحفظ أمن واستقرار السودان، والذي أكد عليه اليوم كل من التقينا به يؤكدون على استقرار السودان وأمنه والمحافظة على مكتسباته، وأيضا يعني المساعي التي تبذل الآن في التفاوض، والحمد لله بدأت هذه المساعي وإن شاء الله تكلل بالنجاح، وكل التطمينات يعني حصلنا عليها مما يضاعف من أملنا في أن يتجاوز السودان الفترة الحالية وينتقل إلى أدواره المعهودة، والتي نتطلع دائما وأبدا إلى أن يكون السودان كما هو العهد به، فاعلا لأمته العربية، مناصرا لها، قائما بواجباته ومسؤولياته.